السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا نلعب ايفل وذن. اللعبة بينزل لها جزء ثاني، يمكن 2018 او قبل 2018 او يمكن يتأخر. اللعبة الحين نلعبها على البي سي، فنروح المكان اللي قبل رحنا له وقتلنا فيه ال شو اسمه، قتلنا فيه اللي كان عنده منشار نفس الريزنت ايفل 4. طبعا هذا تشبه لعبة ريزنت ايفل 4. مثلا ريزنت ايفل 4 ما في انك تطور قدراتك، مثلا هني في ريزنت ايفل 4 تشتري وتبيع الاسلحة، تبيع المجوهرات. حلو، كل شيء نحتاجه هنا. اها، شو السالفة؟ خلنا اروح تحت واعرف شو السالفة. خلنا اطلع من هنا يا حسام، حتى اللي استمر ما ترجع بسرعة. الريف قبل ما نروح لازم نشوف البيوت. في شيء هنا ما اخذناه. حلو، وش ذا؟ experiment number 4 subject numbers 4 through 13 brainwave activity diminished.
زين ما رحت المكان الثاني، في بعد اكسبيرينس. اكسبيرينس هاي مهمة. اين انتم ايها الوحوش؟ ساقتلكم. حلو. اوه حلو، كل هالاشياء تكون ليميتد، يعني نبي اكثر. في اشياء تختلف مثلا عن ريزنت ايفل 4، مثلا يقدر يختبئ، بس ما تتقارن باللعبة بالجيم بلاي او الجرافيكس. بس لان الريزنت ايفل 4 اظن 2004 او لا 2006 يمكن، لا 2004 يمكن. لعبة قديمة يعني مش جديدة، بس نزلوا أجزاء جديدة مثلا على البلاي ستيشن 2 نسخة مو ممتازة، على الوي نسخة أكيد أفضل من البلاي ستيشن 2، إذا نسخة الجيم كيوب أفضل، فكيف هذا الوي. بعدين نزلوها على 360 والبلاي ستيشن 3، وبعدين الاكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 4 والبي سي. افضل نسخة على البي سي. ليش قطل هذا؟ شوف حتى مقطع خلاص، ان انتهت مهمته. Should be just ahead. It is imperative that we find him. يتحلم. وش ذا؟ Chapter 3. Next chapter. كله يحطون صورة الدمى. Chapter 4 الحين. Enemies have more healthy. Be careful not to use too much ammunition in them. ملقوح. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. Yes. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. I hope his brother's not a jerk too. Hey, Tother. بعد حلو مش نستخدم. ما في شيء هني، ان نرجع المستشفى.
فقير. وين ذيك البنت؟ تعال اعطيني شيء انقذ حياتك او حياتك. Thank you. حتى الاحتراق ما اعطاني شيء. هذه اختفت. نقول جن وب اوكي فولو مي. حلو والله منظر النار. ما يعطونا شيء للكلاب. المجرمين وش السالفة؟ شلون نروح له؟ أنا إذا سمعت الموسيقى أعرف إنك بتروح المستشفى. بس قبل ما نروح المستشفى لازم ننقذ الطفل المسكين. كنت بضربك. صورة ذا المكان مال الصور. ايه وش شاي ما اشوفه انا. غشاشين
الشاشين. Hey, shut up. This place is a death trap. Is there anywhere safe at all? I think that's unlikely. Can't get out. Can't get out. We must be going this way. Can't get away. Can't get away. وش السالفة؟ هالبنت غريبة. وش ذا المقام؟ What is going on here? لحوم وسخة. Oh shit!
solo. اركب فوق. ماتت؟ الخبرة يا المجرمين. هذاك المجرم له يوم لين اطور قدراتي. هالخبيث اللي ماتت ما اعطتنا شيء. فل افتح الباب. مستشفى هذا والله وشو. على العموم بنوقف هنا. مع السلامه.